مش قادر، مش قادر اشوف القمر ده، مصوروش الحته الفرنش مش بتتكرر ياما، فتلاقيني ايه احسن ان شاء الله. ده ذكر فرنش بولدوج، حاجه من النوادر شويه في الاسعار دي او في السوق. بكام يا عم الحاج؟ ب 5000 جنيه. ده مش سعر فرنش بولدوج خالص يعني. ابوك ده بقى طلع انا عارفه ومربيه، احنا تبع سليمان وواحد ميكانيكا يستحمل، وانت عارف هو عامل خمسه. حتى لا ده الفرنش مش ده حاجة حلويات. اديني رقم تليفونك. ما انت بتبيعه، انا مش عارف انت بتقول خمسة ازاي بصراحة. ما انا عارف الكلب حلو. انا نازل بيه كده 012 0 3 4 3 8 2 0 9. اللي عايز يجوز ماشي، اللي عايز يشتري وماله. هو الكلب عامل 5000 جنيه تمام. الكلب ده اقل حاجة هتلاقيه جر ب 15 ب 20، وفي ناس والله بتبيعه ب 25. عندنا في اسكندرية بنبيعه ب 5000 جنيه بس. معاك نتاية برضو عايز تجوزها يا عم ماشي، معاك نتاية بولي ومزنوق فيها عايز تجوزها وماله، يعني اي حاجة. دكر ماستر. لا ايه اللي عندك ده؟ والله ما بيع، ما معهوش عشان ما جاليش التقليد ده. بكام بتطلعه؟ ايه بتطلعه بكام؟ والله العظيم ده السنه اللي فاتت عندي سنتين الا شهر. سنتين الا شهر؟ اه السنه اللي فاتت عمل 5000 جنيه وما رضيتش ابيعه. والله خلي بالك يا امك، عمل 5000 والله ما رضيتش على اليوتيوب. ما شاء الله. اوامر اوامر. في حراسه؟ في هي إيه المستفاد في الحراسه؟ كويس يا طيب قوي يا بتاع حراسه قوي. خس النص. ها ما هو خاسس، بس انا قاطع ان هو ماستف. هيجي لك ناس يقول لك ده بيتبول ومش بيتبول وبتاع. هو متبهدل بس هو كويس كتقليب كويس. اقعد على كرسي، اقعد على كرسي انت كده. ما شاء الله. والحس من الاخر فين؟ ذكي ذكي. خد رقم، خد رقم. شغله اشغله. ما انا عارف ما اشتغلش ياما، ما اشتغلش ياما. طيب هات هات رقم التليفون. رقم تليفونك يا حبيبي. اجي بعيد السوق اخليه يشتغل عليك. بعيد السوق عشان انا ما نزلتش السوق وبيتي. هو بيلعب في دوبي، فاهم؟ هو اوامر بجد. اديني الرقم يا صديقي. 012 03 03 87 87 87 87 60 60. اه لا ده ايه ده؟ انا بقول ده للجواز بس مش للبيع. كلب رد يا معلم عامل ايه؟ صباحك يا صاحبه. ايه في شغلانه فرمشه؟ ده معاك رقم صاحبه؟
هات رقم 012 10 10 10 4 6 4 6 4 6 4 6 4. قول الرقم تاني. 12 10 4 6 2 6 1 6. ماشي. كنت مسميه الكلب ده زقلط. زقلط للجواز بس مش للبيع. كلب بوكسر تري كولر ابو الزقليط. بس الصور نادي. طيب هات رقم التليفون. طيب 012 012 25 25 80 80 4281 4281. ده دكر برندل. دكر بيتبول برندل حبيب اخويا. صباح الفل يا ماندو. حركوا كده بس شوف الجسم ايه الدنيا ايه الارتفاع. بيقول اهو يا عم حط ايدك على الكلب وهو بيهوهو. البيتبول لا شجعهوش بايدك. حلو حلو. بيقول يتربط جنب كلبين بيقولوا هتلاقي مش بيتربط جنبهم لازق فيهم نتايتين بيقولوا بس هتلاقيه بقى بطل. وبنقول بقى 1000 جنيه يا عم يا موسى. على قديمه ده يشغل لك القطه يخليها تعود. بص صاحبي كلب العيش شاطر. بقول لك هات رقم التليفون. قول 012 2 640 8984. يا هذا عنده قد ايه؟ عنده سنه. سنه من الطعم مع الدفتر. مع الدفتر معروف. حلو. ايش طبعا عصام بص على الفيديو اللي فات انت قلت لي اقطع واعمل اقطع الحته بتاعته هو واخلي الحته بتاعتي. عامل ايه؟ صباح الفل. انت حضرتك متابعينك في التليفون حبيبي على فلان الفوح. الله يعزك الله يبارك حبيبي. بكام بقى الباشمهندس ده؟ ايه يا باشا؟ بكام؟ ب 700 جنيه. اخلص 700 عايزين بيه شويه عليه يا احمد. يا عم معلش بقى بارقام بس ماشي احنا بتوع الغلابه. 700 جنيه هات رقم التليفون. شواوا لعيب شرس شرس واوامر. شغلوا كده شغلوا شغلوا يا عم. شغل ايه؟ هيقول له تعض من شواوا. لا 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 شغلوا روسه بس. لا لا يا عم شغال. طب اديني رقمك بس. شغاله يا عم شغاله اهو. يلا اهو يا عم اهو اهو خلصنا هخليه يسكت. هات رقم التليفون. 012 012 رسوم الكعب. ماشي 7 400 7 400. لا 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 معلش يا جماعه 012 7 39 10 9 7 9. ماشي زي الفل. الاكسسوارات كل مره الناس بتطلب اكسسوارات للكلاب جامده. دي العداده دي بكام دي؟ 45 جنيه وبتنور يا ولد. طيب في عدادات ايه جديده؟ دي جديده دي وناشفه زيها ب 25 ب 5 وكام؟ ب 45 بس في شغل ياما جديد. العدادات دي الكلاب بتحبها جدا. السيليكون دي تصنيع كويس تصنيع كويس. في القصافة بكام القصافة دي؟ 50 جنيه قصافة ضعف. وفي الفرشة دي
دي بكام؟ 55 جنيه. تمام. وعندنا بقى الحاجات الجامدة، الخناق الثلاثي ده، حتى لو مش هتربط الكلب منه، شكله على رقبة الكلب الجلد او الشعر بيبقى تحفة، بيبقى ظاهر قوي، بيبقى سلسلة كده شكلها شيك. ده بكام؟ ب 120. اي واحدة ب 120 جنيه. في المزدوجة دي برضو شكلها صايع قوي. في ثلاثية تاني كويس. في دول اطواق، في الاطواق دي بجرز، عشان في ناس بتشتري طوق وبعد كده بتعلق جرز، ده بقى جراسه. تمام. ده لما عشان لو انت بتمشي بالكلب اوفليش فتسمع صوت الكلب لو هو مش بيستجيب معاك، يعني انت بتسمع صوت الكلب فين؟ من خلال الاجراس، تعرف الكلب مكانه فين، عشان ممكن يستخبى ورا عربيه، بيجري ورا قطه، مش عارف ايه، تبقى سامع يعني. تمام. عندها برضو بقى ايه اكسسوارات دمها خفيف، حاجات كويسه يعني. بكام التول؟ كمامات سديري. اديني رقم التليفون، انت سارقه مش شاريه. 012 2 2 4 4 6 9 6 9 0 8 2 0 8 2. الليش ده بكام اللي هو بصوصته؟ ب 100. كويس.